وبهالجزء من رحلتنا للمغرب حناخدكم معنا على طنجة ونعرفكم على أهم الأماكن السياحية في طنجة. المسافة من مراكش وطنجة 6 ساعات بالسيارة. اسم طنجة أصل اللغة الأمازيغية ومعناها ذات المكان المرتفع. تشتهر طنجة بأسوارها التاريخية القديمة مثل السور اللي شايفينه قدامنا هلأ، بيصل طوله ل 2200 متر وبيحيط بالأحياء القديمة، لهيك أخذنا فندقنا بهالمنطقة لنكون بقلب المدينة القديمة. وصلنا على أوتيل معمورة، هاي الغرفة كل شيء متواضع بس صراحة نظيفة، الناس كتير محترمين ومزوئين. في هون خزانة والحمام، وهون في تراس كبير كتير بس مش مبين عشان عتمة. حطينا أغراضنا وشنطنا ونازلين نستكشف المنطقة ونتعشى. بما أن قراب من إسبانيا بطنجة، هاي الأكلة إسبانية، قلنا نجرب الأكل الإسباني يمكن يكون زاكي. أول أكلة البايلة تماما زي الصيادي. صباح الخير، هاي إطلالة التراس من فندق المعمورية على البحر وعلى البيوت القديمة. هون هاي الإفطار، في هيك الإفطار عبارة عن مسمن، خبز، بيض، مربى زيتون، الأتاي بالطريق. هالمكان اسمه منتزه الزهراء، شوف كيف كل أشجار كثيفة، مكان للألعاب للأطفال وكراسي، فيكم تجي تجيبوا غداكم، تشبوا، تعملوا أي شيء، تخيموا. جينا على أول مكان بطنجة للسياحة، مغارة هرقل. شوف المغارة ونفرجيكم إياها ونحكي لكم القصة وليش سموها مغارة هرقل. هذا المدخل أو الساحة اللي بتودي لمغارة هرقل بطنجة بشمال طنجة، وهي المحيط الأطلسي. من بعد هون على الجهة الثانية أوروبا. هي عبارة عن كهوف جاية تحت الجبال. مغارة من الأكبر في إفريقيا نسجت حولها العديد من الأساطير، تمتد ل30 كيلومترا وتضم الكثير من القصص. مدينة طنجة الساحلية المغربية الشهيرة تضم المغارة لتضمها إلى معالمها الكثيرة، فهي مغارة نحتتها الطبيعة قبل زمن طويل لتحدث نافذة على شكل القارة الإفريقية. في مدخلين، هالمدخل اسمها مغارة الفنون، يعني هي جزء من مغارة هرقل، وهذاك المدخل الثاني الرئيسي. هون الدخولية ب5 دراهم للشخص، المدخل الثاني فري.
طلعنا من المغارة، وهذا المكان جنب المغارة صراحة كثير حلو، يعني في كافيهات وقعدات، منظر مطلع على المحيط الأطلسي، في كأنه كمان جيم خارجي هون، كل الناس عم توقف وتنزل تتمشى هون. وهي بالتحديد تقع على مياه المحيط الأطلسي، وذلك قرب مضيق جبل طارق في منطقة رأس سبارطي، وهو المكان الذي يلتقي فيه البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي لتختلط في ذات النقطة المياه الزرقاء بالخضراء. يا أم رجال يا عشق الأجيال يا أندلسية طنجة يا طنجة عروسة الشمال طنجة يا طنجة عروسة الشمال طلي على أوروبا قولي محبوبة. صحن مشكل مقالي سمك يعني، وهاد سمك مشوي صراحة مش عارفة شنو، ما فهمت عليه. السلطة العجيبة ما بعرف كيف بياكلوها. الخبز، الخبز ديركت من الفرن، والسمك الصراحة كثير طيب. كيف جاك؟ واو. دابا احنا بسوق طنجة الشعبي، حناخدكم جولة بهالسوق اسمه طنجة المدينة العتيقة، باب الفحص هذا اسمه. شاشو السلام عليكم، حنجرب هاي الفاكهة الغريبة أول مرة أشوفها في حياتي. بوخلنا اسمها توت البري، لازم أغسله صح؟ ما استوعبته. عبود عم بجرب البوخناق، شو رأيك؟ طيب غريب. غريب غريب بزاك. كله حبوب. مش قادرة. حنشوف خيرات بلاد المغرب. يلا عبود شو بدك؟ كله ميدن موروكو. لما تروحوا على كارفور وتشوفوهم بيكون من هون المصدر الحقيقي. السلام عليكم. اسمي دادي اخويا شيريمويا. ايش هي؟ شيريمويا. شيريمويا شيريمويا احنا بنقولها قشطة. طب اي واحدة بدي ايش طري؟ كلها اسيا جد؟ شوف اللي ورا، تعال شوف دار طباعتك. بدنا نكتشف الشيريمويا، اذا زاكي بنرجع لك ان شاء الله. الصحة لك. يعطيك الصحة. عم تصور؟ قشطة ولا مو قشطة ما بنعرف، حنجرب هلا ونشوف. قشطة قشطة قشطة، شوف القشطة كيف. يا تفضل. ما بدي انا. يا زاكي تكون نية الفحم يعني تحتهم في فحم صح؟ مع اطراف. بود اخذ زريعة كأنها هي ورقة امتحانات. عجبتك؟
ما بتأشروا؟ لا ليه؟ بدك هيك بدك هيك تنين زاكيين. هاي جواها بزر بقلوه قدامنا فرش على الفحم. المهم شوف الورقة، ورقة امتحانات. عبود بقول انهم بيشتروها من الناس، بيشتروا الوراق اللي مستخدمة من الناس. ممكن تلاقي ورق سيفيهات، امتحانات، اي شيء بالعالم بتلاقيه. هاي المنطقة اسمها القصبة، شوارع ضيقة وبيوت والوان، مكان حلو صراحة. هذيك اللي على الجهة الثانية اسبانيا، شايفينها؟ مش مبينة، لحظة اضبط الاضاءة. هاي اللي ورا جبال اسبانيا. هاي المغرب واسبانيا. تبدو المسافة التي تفصل بين المغرب وإسبانيا قصيرة جدا، إذ تبلغ حوالي 15 كيلومتر تقريبا. تعد من أقرب الدول في القارة الأفريقية إلى أوروبا، كما لا يفصلها عنها إلا مضيق جبل طارق بفاصل مائي يقدر ب 15 كيلومترا فقط. المسجد، شوف كيف المئذنة. هاي المغرب طنجة، هاي اسبانيا، هذا مضيق جبل طارق. مرحبا بكم. مرحبا بكم، فرجيكم الفيو هون وين احنا واقفين. كل شيء قديم، كل شيء. احنا اجدد شيء بهالمكان. مكملين جولتنا بالقصبة أو القصبة، مش عارفة صراحة النطق تبعها. الله، بعدين شفنا هاي العرباية، شفنا هاي السيارة قصدي. بيفتحوا سياراتهم من ورا وبحطوا ماشين قهوة وببيعوا قهوة. خلينا نجرب قهوتهم. كثير برد. شو؟ ماشي مشكلة، غانصرف. هاد بغرير، شوف كيف طري. يا الله جايبه سخن، مسقى يعني مو ناشف، مسقى بالعسل والزبدة. نفس القطايف عندنا بس أطرى. كم هذا المسمن، بشبه المشلتة البراتا. تاكلوه مع مربى، مع بيض، مع فرماج، اللي تحبوه. هاي لسه ولا مرة جربتها، بس هي البصارة بيقدموها بالأجواء الباردة الممطرة. اليوم بما أنه برد ومطر، فرجيهم الجو. شربت عدس والله، بس طعمها شوي غريب، طعمها فول اكثر، او شربت فول بالاحرى. بصحتكم. طبعا هذا الخبز المغربي، يعني ما بنفع اي خبز بالدنيا غير هذا، غير هذا ما بزبط على الفطور.
تخيلوا انه هذا الباب الحلو، باب حمام الله يعصره، هدول بتلاقوهم بكل مكان، السقايات يعني قدام كتير موجودين بالشوارع عشان اي حدا مر بالطريق يقدر يشرب مي على راحته. هاد كافيه الحافة، اشهر مكان بطنجة، اشهر مطعم او كافيه. هاي الطريق لإله، دخلنا بالسيارة وعلقنا كتير ضيق، ولازم نرجع بالريفيرس لأنه ما في مكان نعمل يوتيرن. طلع الباركينج مش هون، بعيد يعني، لازم ما تفوتوا أصلا هون بالسيارة أساسا. يا رب السلامة. هاي مدرسة اسمها مدرسة الخنساء، بتصفوا هون. هاي في باركينج، اوكي، بعدين بتمشوا للكافيه مشي، يعني بعيد عنا تقريبا كم بعيد؟ كيلو؟ كيلو صح؟ يعني كيلو. بس الطريق كتير حلو وممتع، يعني هيك ضيق وحواري صغيرة. في يسار كمان. هذا المقهى، مقهى الحافة، وهو مقهى قديم التأسيس، يعني أنشئ عام 1921، وكان في البداية في ملك أحد الفرنسيين الذي كان يعني سماه لاغانغيت فلوري، وهذا هو التسمية القديمة لمقهى الحافة قبل أن تصير المقهى في ملك سي محمد علوش، يعني في الأربعينات على ما أظن، أو أواخر الأربعينيات. حاليا احنا مسافرين من طنجة لشفشاون، وهذا المنظر على الطريق. في هون الطواحين الهوائية، وهيك بتكون خلصت رحلتنا في طنجة. كانت تجربة أكثر من رائعة، ومتجهين إلى الجوهرة الزرقاء شفشاون، حلم وتحقق بفضل الله تعالى. طريق من طنجة لشفشاون بتجنن، سبحان الله. شوف كيف الغيوم على الجبل. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك. احضروا الفيديوهات السابقة عن مراكش والبادية اللي راح تطلع في نهاية الفيديو. في أمان الله.